وزير الصناعة والمعادن الأستاذ صالح الجبوري يؤكد لا صحة لدمج نادي الصناعة مع الصناعات الكهربائية، وهناك احتمالية لإضافة أندية أخرى تابعة لوزارته. نتابع. هذا ما أتمنى أن يدمج ناديين مع بعضهم. نادي الصناعة هو نادي له اسم وتاريخ، وكذلك نادي الصناعة الكهربائية وإن كان نشأته يعني بالفترة الماضية، مو بفترة نشأة نادي الصناعة، ممكن أنه تكون هناك أندية إضافية بدل دمج ناديين مع بعض، وإن شاء الله الحظ الأوفر للأجدر باللعبة. ومثل ما تعرفون بأنه الرياضة هي لعب بفريق جماعي بروح الفريق الواحد، إن شاء الله نشهد بالأيام القريبة نتائج أفضل إن شاء الله.